فتاة تتحدى الله داخل الكعبة في الحرم المكية أمام آلاف المسلمين فيأتيها الرد الساحق. سنخبركم الآن عن قصة غريبة وحدثت من فتاة داخل الكعبة في الحرم المكية. كانت هذه الفتاة واقفة عند مقام إبراهيم داخل المسجد الحرام. هذه الفتاة تحدت قدرة الله تعالى، فانتظر ماذا فعل الله بها. ولكن فضلا قبل أن نبدأ اخبط لايك واشترك في القناة ويلا بنا نبدأ. دخلت هذه الفتاة المسجد الحرام ووقف عند مقام إبراهيم وأخرجت الهاتف ثم بدأت تتكلم فيه وتضحك بصوت مرتفع والشباب ينظرون إليها، فكانت ملفتة للأنظار، فرآها شيخ وهي تضحك بصوت مرتفع فأراد أن ينصحها، فكلما أراد أن يكلمها تهرب منه وتنظر بعيدا عنه وتواصل الضحك بصوت مرتفع وتتكلم بنكت وكلام مضحك لا يصح. فاقترب منها الشيخ فقالت له ماذا تريد مني؟ فقال لها الشيخ اتق الله، أنت في بيت الله الحرام والشباب ينظر إليك ويفتن بك، اتق الله تعالى. فلم تسمع له واستمرت في ضحكها. فقال لها لو أن الله تعالى أرسل إليك ملك الموت الآن فماذا ستفعلي وماذا ستقولي لربك وأنت واقفة أمامه؟ فقالت أتعرف ماذا أقول لملك الموت؟ سأقول له انتظرني عند البوابة 9. فصدم الشيخ تماما بما سمعه وقال لها اللهم بلغت اللهم فش. ثم ذهب وتركها. فيقول الشيخ بعد مرور بعض الوقت وأنا أطوف وإذ أرى جمعا من الناس التفوا حول شيء عند البوابة رقم 9 وأنا لا أرى لماذا تجمعوا، فاقتربت إليهم حتى وصلت إلى البوابة 9 فإذا بجثة مغطاة، فسألت من تكون؟ فقالوا لا نعرف. فاقتربت ونظرت إلى وجهها فإذا هي الفتاة التي قالت سأقول لملك الموت انتظرني عند البوابة 9. فسبحان الله، لم يخرجها الله تعالى من الكعبة بل أرسل إليها ملك الموت ينتظرها عند البوابة 9. فانظروا واعتبروا إياكم أن يتحدى أحد رب العزة سبحانه وتعالى، فمن هي حتى تتحدى ملك الملوك؟ اللهم ارحم ضعفنا يا قوي يا الله وارزقنا حسن الخاتمة، اللهم آمين. وأيضا انتشرت صورة خلال هذه اليومين عبر الواتساب وتويتر والفيسبوك وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فتاة تلبس ملابس الإحرام الخاصة بالرجال وتظهر جانبها الأيمن، والتعليق على الصورة يقول فاهمة العمرة خطأ. ووردت رواية مفاداها أن المعتمرين بالحرم المكي الشريف وقوات الأمن السعودي تفاجأوا بفتاة لبنانية ترتدي ملابس الإحرام الخاصة بالرجال لأداء مناسك العمرة، وقد أدت هذه الحادثة إلى أزمة خانقة بمكان وجود الفتاة، مما اضطر قوات الأمن لوضع العباءة عليها سترا لعورتها، مدعية أنها لا تعلم أن هذا اللباس للرجال فقط. وقد أوضح قائد أمن الحرم العميد يحيى مساعد الزهراني أن الحادثة غير صحيحة ولم يتم القبض أو التعامل مع مثلها، ولم أسمع بها إلا من خلال شبكات التواصل. ومن جانبه أكد الناطق الإعلامي بشرطة العاصمة المقدسة المقدم عبد المحسن الميمان أن الصورة غير صحيحة وتم استخدام برامج حاسوبية للتلاعب بالصورة عن طريق الفوتوشوب، منوها الجميع بعدم تصديق ما لا يصدقه العقل فضلا عن نقله ونشره بين الناس. فهل يصح أن تدخل فتاة بهذا المنظر إلى الحرم وتتجاوز الحرس الموجود؟